سفيان بركة يقدم إلى جميع الوحدات، جريمة قتل بمنطقة سباتة، درب الدوام، زنقة 20، رقم 104. حول. شكون اللي كاين تم؟ الشرطي علال أسعادة الكوميسير. علال، أما لقيتو غير داك المصيبة اللي تصيفطوه، أنا جاي دابا. أمركب فيا السكر وما غادي يمشي حتى يقتلني هاد السقع. أفرقوا علينا هاد الجوقة، أنتوما في المكان شي حاجة تجوقوا عليا. وسيري تدي الخبز الفران، دركي قلت لك راجلك ويصيفطوني لعندكم الدار، أو تزيد عليا تمانة، أو نمشي معطل لداري ونتشادت أنا مع ديك المصيبة ديال مراتي، أو صدقت أنا داير شي جريمة في هاد النهار، كحلي مع بو تاريخ. أشنو طاري هنا؟ جريمة نعمس. وقيل عرس، تاش من جريمة؟ أقتيل نعمس. راه أنا اللي غير قلت لك، تعاود لي اش طاري. واخا نعمس، واحد المرأة كانت تسيق في الدروج، ومن اللي جا راجلها ما خلاتوش يطلع حتى ينشفوا الدروج، ناض هو طلع، ضرباته بالكراطة، طاح، مات. وشديتيها؟ مازال نعمس. وعلاش؟ وحتى ينشفوا الدروج. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة، ما تنسوش تدخلوا القناة ديالي بركة وتابوناو عندي باش يوصلكم كل جديد. أخوكم سفيان بركة.